الله تبارك الله، هذه أشجار حمضيات وتين مثمرات عند منزل أحد المواطنين هنا في بريدة، ويصبح أصفر. شوف ما شاء الله مطلعه هنا، وهنا أيضا ليمون ما شاء الله. شوف الليمون هذا هو استشطان عند البيت. هنا في خلية نحل أنا شايفة هنا، ما جاء أحد يبخره ويأخذه، والله يا أبو عسل ما شاء الله. هنا أيضا شجرة ليمون ثانية، وش طلع أنا طلع ما شاء الله. هذا مدخل البيت، حتى رايحة هنا رايحة الليمون فايحة. هنا المواطن سوى حط هنا شبك عازل عن عشان عدد الكهرباء، تجي الشركة الكهرباء تقول لا اقلع شجارك، حط لهم شبك ودرب مفتوح. هذا جذع التينة صغير، هذا الورقة حقه. تشوف ان ورق التين يختلف من تين لآخر، تختلف الورقة. الله يبارك له.